اذا كان وصلت لكوره او مركز اكسبلور بالنسبه لي انا، بالعكس معناتها نستغل الحاجه هذه باش نربحها بسيكولوجيكمون في الديفونس من بعد، باش نربحها بسيكولوجيكمون في الديفونس، حاجه خارقه للعاده. اذا كانت حاجه كوره على 6 متر ماركات سي ديجا خارقه للعاده. ما قلت لكم هذه مجرد افكار، مجرد افكار، لكن الافكار هذه فيها دي برانسيب، نحط لي برانسيب نتاعي، نحط لي برانسيب نتاعي ونخدم به ونقنع الملاعبيه نتاعي بالبرانسيب هذاك. خاطر شراو الملاعبيه كل في الاتاك تحب تلعب بالكوره، فماش ملاعب يقول لك انا نلعب بيرفيرور معناتها باش نتعدى نجي وناخذ هذاك، الناس كلها تحب تلعب بالكوره، لكن لازم تقنعهم بالضروره نتاع انه كل واحد يعمل التاش نتاعه. وهذا راهو مش صعيب في اكيب تبدا اون اكيب بروفيسيونيل واللي عندها فوليوم دو ترافاي تري انتريسون، فوليوم دو ترافاي كبير، راهو مش صعيب ياسر. خدمه تخدم كل واحد يعرف روحه، الناس كل تجري من هنا اب جات تكون عند هذاك، الناس كل تعرف اللي هذاك باش يمشي هذاك وهذا باش يجي من هنا اب شاطع شوط ما لازمش يشوط باس من هنا، ثم 600 600 نوصل اللي هي ونكمل نخدم على الراحه. شفت اذا كان تعطي الخدمه هذه دونك يعرفوا لي دو زيدي اللي هما في الخدمه هذه ما ثماش ان ديبار، خاطر ديجا اوني اون دو بيفو دونك يعرف روحه. ساعه على ساعه ملعب اللي تدخل الحكايه بعضها ناخذ الكره وتخلي الارقام ولا ثلاثه بيفوات. كيف تبدا الخدمه مخدومه واحد كل واحد يعرف التاش نتاعو تولي خدمه واضحه. ديما الهدف من هذايا كله اوتيليزي لارجور تاع التيران، اللارجور تاع التيران نستغلو ونخدم بيه مليح مليح. دونك نعاود نقول اللي الترانزيسيون بالنسبه لي انا هي سي لا ترانزيسيون افيك 5 جور او 6 جور، اقل من كما قلت لكم اقل من 6 جور ما تحكي على 4 ولا 3 جورات سي اون كونتر اتاك افيك ريلي. دونك هذيك تقعد ديما في الامبروفيزاسيون، في الامبروفيزاسيون تاع الجورات، الامبروفيزاسيون تاع الجورات. دونك خاطر ثم دي رولاسيون تاع بين الجورات في بعض الاحيان المونتور راهو ما ي... ي... مش ما يفيقش بها، ما يحبش يقبلها، تقبلها ثم دي رولاسيون دو ساعات تبدا رولاسيون ما بين بريمير رولايور، ثم زوج جورات تفقا استعد على روحه وطلع اثنين وغادي واحد منا واحد منا، ديما تخلي الليبرتي. اما ديما قلت لكم لا ترانزيسيون ولا مونتي دو بال ا 4 و ا 3 c'est une contre-attaque avec le lit, c'est pas une transition. Transition, on va te faire un peu comme ça, ou elle a 7 jours qui m'a coûté. علاش ما نقولهاش ما نقولوش اللي هي ترانزيسيون بكات جور، خاطر حتى كي توصل بكات جور ماكش باش تكون دونجورو وما تنجمش تستغل لارجور. Tu ne peux pas utiliser la largeur avec 4 jours. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, je vais faire une contre-attaque. Une contre-attaque avec le lait. Ou bien, je vais faire une attaque placée. Ou bien, je vais faire une attaque. Je vais faire des joueurs de défense. Je vais faire des joueurs de défense. Tant pis. مش كل مرة تسلم الجرة، احنا ديما اون اساي وساعات تنجح ساعات ما تنجح، ساعات تمشي الامور ساعات ما تمشيش الامور. باهي في كونكلوزيون في المحور هذا، كونكلوزيون في المحور هذا، نعاود نقول لكم اللي لو رابور تاع لان كونتران في الـ في الـ في الجو اون بروميير انتونسيون، بعد ما نكمل الجو نتاعي اون بروميير انتونسيون جو لان كونترين ديما تخلي ليبرتي للاعبيه باش يعملوا باش يخدم لان كونترين. كي عطيتكم اكزومبل انا تاع ماتش تاع الفينال، عطيتكم اكزومبل انه نخدموا عليه ونجحت الحكايه، ان نخلي وين هو يمشي من هنا يمشي من هنا، وين هو موجود اللاعب المايون فيب تاع الديفونس وين موجود، نهز عليه لو بلو فور جوار دو لان كونترين عندي انا، نهز عليه ونخدم عليه نخدم عليه لان كونترين ونكمل نخدم ان ديكالاج سامبل، اذا كان تعدى هو تعدى ما تعداش نخدم ان ديكالاج سامبل
وبتنجح الامور. دونك ديما عينك ميزانك راهي لوبسيرفاسيون، لوبسيرفاسيون تاع ليكيب ادفيرس هي تريز امبورتون، تريز امبورتون لوبسيرفاسيون، انك تشوف ليكيب ادفيرس نتاعك وتعاود تشوفه وتعاود تشوفه وتحفظ الملاعب الفلاني وهذاك فلاني وهذاك فلاني وهذاك البوان فور وهذاك البوان فيبل نتاعك وهذاك شنو يخدم وهذاك ما يخدمش وهذاك اللي فور ان ديفونسور فور باليدين والاخر فور بساقين، ثم دي ديفونسور قويين باليدين برشا، ثم ديفونسور قويين بساقين نعم، ثم جمهورات قويين بيديهم وساقيهم، ثم جمهورات تريز انتليجون. دونك تريز امبورتون انك تكون تعرف الديفونس، الديفونس تعرف ليكيب ادفيرس نتاعك، تعرف الجوالات بالواحد بالواحد شنو الكاليتي نتاعو وشنو هو البوان فيبل نتاعو. عادة في لي شامبيونا في الدوريات في الدوريات العادية معناتها في الشامبيونا نورمال، عادة الجوالات كل الناس كل تعرف بعض، لكن كيف تمشي تلعب في لي تورنوا اخرين ساعات يجيك كيب من بلاد ما تعرفهاش، ماذا دا دونك لازم تو بيزوان دو ريبيتي دو ريبيرتي لوبسيرفاسيون 4 5 فوا، الماتش نتاعها الاولاني تستنى الماتش نتاعها، الماتش الاولاني نتاعها ما تعرفوش انت بريمير ماتش ما تعرفش الماتش الاولاني، دونك لازمك تحاول تسمع تلم شويه افكار، تلم شويه ديزيدي، تسمع فلان تسمع فلان تكلم فلان تكلم فلان، تحاول تشوف على اليوتيوب تحاول تسوش باش تلقى الكاليتي دي جوار باش تنجم تخدم الشيء هذا اللي قلنا عليه، توصل حتى تخدم اكثر راحه اذا كانت تكون ليكيب الاخرى مكشوفه عندك ولي جوار اخرين جوالات ادفيرس ما تشوفين عندك. دونك قلنا لسي ان بو ليبرتي للجوالات من بعد ما تخدم الترانزيسيون باش يخدموا لان كونترال. وفي الكونكلوزيون تاع النقطه هذه قلت لكم شكون السيد اللي يميتريز سيت ترانزيسيون والجو اون بريمير انتونسيون، اللي يميتريز الترانزيسيون انا بالنسبه لي انا هو الاوتونوم، سي لوي كي ميتريز لا ترانزيسيون، هو اللي من البنك نتاعو بلوس كو ليكيب نتاعك تبدا اون ديفونس قدامك ماهيش بعيد عليك الديفونس نتاعنا قدامنا، دونك انت اللي تعطي الكونسيني انا باش نخدم الترانزيسيون والا مانيش باش نخدم الترانزيسيون. عاده اذا كانت تقول نخدم الترانزيسيون يبدا يخدم الترانزيسيون، اذا كانت تحب توقف وهذا اسباب انك توقف، ثم اسباب انك توقف سواء انا اسبي فيزيك لازمك توقف الترانزيسيون، شوف الملعبيه نتاعك باش ما عدات الكراك، والا تشوف في ليكيب الاخرى قاعده تعمل في ريبلي اكسترا اوردينير وان بلوس ماهيش محتاجه تشانجمون، معناتها حتى السته اللي موجودين اللي في الاتاك باهيين في الديفونس، دونك ماكش تربح حاجه كبيره ياسر. وتتحكم في 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 السكور تاع الماتش، في السكور والتايم تاع الماتش، انا في وقت من الاوقات تبدا رابح 6 7 بونت والماتش مريقل هيك احنا الامور هانيه سافا باش نروح الماتش تاعنا سي با لا باين باش نعمل ترانزيسيون هذيا نخدمو جون اون بريمير انتونسيون، غير انك هل ترانزيسيون وجون اون بريمير انتونسيون تنجم تفيدك اذا كان ليكيب تكون متعود عليها، متعوده تخدم مليح خدمتها مليح تنجم تجيب لك بونت الربح، لازم تجيب لك موتور ربح في 10 سكوند مازال 10 سكوند 12 سكوند 9 سكوند لازم تجيب لك موتور ربح تك 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 تبدا ليكيب متعوده على الموني تايم تاع لي سكوند لي ديرنيير سكوند متعوده بيه، دونك ما عندهاش مشكله انك تخدم الترانزيسيون، الترانزيسيون تبدا واضحه في ذهن الجوال تربح لها اللي 10 سكوند وال 15 سكوند اللي مازالوا في اخر ماتش ولا في اخر ميتون. باهي كملت تقريبا انا التام هذا، دونك مازالوا لي تقريبا نقطتين وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم بركة. حاجتين مهمين باش نقولهم لكم، وقتاش نخدم الترانزيسيون؟ كيفاش تخدم الترانزيسيون؟ الترانزيسيون تخدم سي ان ترافاي كوتيديان بالنسبه ليكيب بروفيسيونيل، معناتها ليكيب سينيور بروفيسيونيل سي ليكيب سي لو ترافاي كوتيديان، ما نصورش انا ثم اونترنور ما يخدمش لي سيونس نتاعو ما فيهاش لا مونتي دو بالا 2 ولا مونتي دو بالا 3 ولا مونتي دو بالا 4،
اذا كنا نحب نحضر، نحب نحضر الترانزيسيون، وانا نخدم في لي شوفمون تاعي في لي مونتي بال، مونتي بال 2 ولا مونتي بال 3، نحط حاجات ولا نعطي دي كونسيني في المونتي بال هذايا في الاليو. واضح فولي، ما فماش حاجه، مشكله تاع الانترنت ولا حاجه، امور ليك. قلت انا اذا كان نخدم هذا الترافاي نخدموه ادو، معناتها لي مونتي بال ادو ولي مونتي بال 3 والميم لي مونتي بال 4، ونبدا نحضر، نحضر نعمل كيلكو اكزرسيس في المونتي بال الاخر، ونستخدم على الواحد ونعمل في لي شابون تاع طلعت كيلكو كونسين اللي انا من بعد بيني وبين روحي باش نحاول نستغلهم من بعد، نستغلهم في 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 الخدمة بتاعي، نستغلهم في الخدمة بتاعي. عادي معناتها لي موت البلد حتى مونتي بالا دو، يطلعوا مونتي بالا دو، يمشيوا على الواحة، نخدم مونتي بالا دو افيك كروازمون، ونخدم مونتي بالا دو اون ديبلاسمون، اون ديبلاسمون دو زيد، نخدم منهم ليه، نخدم ديبلاسمون تاعي، تعرف 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 نحضر فيها باش على الاقل نبدا بالكورة يعرف واحد يمشي هكا يمشي هكا، نبدا نحضر ديبلاسمون ونحطهم تروا، اتروا انا عاش نحكي اي اكزرسيس نجم نقول وصلنا اتروا هنا، اتروا هنا، اتروا هنا، باس من هنا ناخذ الكره نمشي بها بالدريبل جا تاك جي كرواس من هنا، ها باس من هنا طاب الدازيام عاد رجع له باس عاد رجع له شوط من هنا 6 متر جو بريبار، معناتها نعمل ديز اكزرسيس كيما هكا عشان انا قاعدين تسمعوا فيا ولا لا، نجم نعمل حتى مونتي بال هكاك ممكن تبقى لك نطلع كورة، كورة واحدة معناتها نحكي نحكي كورة واحدة، ممكن تبقى لك واحد مشي هنا وبعدين واحد مشي هنا واحد مشي هنا واحد مشي هنا كروازمون من هنا كورة عند هذايا وصلت كورة هذايا كروازمون مع ليفي باس من هنا يجي اتاك من هنا يعمل كروازمون من هنا يعمل قرش على ديال من هنا باس هبط هذاك 6 متر معناتها كيلكو زيدي اللي تنجم تخدمهم دي زيكزيرسيس ملتيبل اكزيرسيس مئات الاكزيرسيسات اللي تنجم تعمل تخدمهم وانت تعمل في ليشوفمون تاعك مي اون ميم طون تي بريبار تنجم تعمل حتى تنجم تعمل حتى دي زيكزيرسيس ليكزيرسيس افيك دو بال افيك دو بال وهذا تريز امبورتون معناتها تنجم تخدمهم معناتها مهمين ياسر افيك دو بال ها هذايا هنا هذايا هنا تعطي باس هنا فهمتوني تعطي باس هنا تعطي باس هنا تعمل سويتش واحنا طالعين من هنا باس منا باس منا باس دروات باس من هنا وبعدين تمشي داخل تعطي الكرة ترجع تمشي داخل تاخد الكرة ترجع من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا تمشي بها على راحتك عادي من هنا من هنا وبعدين من هنا جات الكرة هنا اب كروازمون اب كروازمون تنجم تشوف تنجم تخدمها كيفس الشيء افيك كات كات جور يطلع من هنا وبعدين هنا يعمل كروازمون ها وطلع شوط ونقعدوا ثلاثة هنا نزيدوا نخبوا كروس من آخر باس شوط مئات التمارين مئات الزيكزاسيس اللي تنجموا تعملوهم اللي تنجموا تعملوهم بور بريباري بور بريباري حتى تعملها ماني قلت لك في النهار في الانترمون بتاعك العادي بور بريباري لا ترانزيسيون انت اذا قلنا السيونس بتاعك انت مازلت تخدم في الديفونس مازلت ما بديش تفكر في الترانزيسيون مازلت تخدم في الديفونس بتاعك نجم الترافاي نتاع ليشافمون بار بار تخدم هذاك بعد تعمل ليشافمون سبيسيفيك نتاع الديفونس نتاعك وتحط الديفونس نتاعك تخدم وهكاك تخدم الخدمه هذيك وتخبيها تخدمها شويه تخبيها تخدم شويه تخبيها حتى لين بشويه 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 حتى لين الملاعبيه يوليو فلويد في لي مونتي دبال في الباس في الجري نتاع في لي كورس الجري نتاع الانترفال اكسترن مع الكروزمون مع الفي ولا حاجة أوتوماتيك متعودين بها ويخدموا ويخدموا بها. حاجة أخرى باش نقولها بالنسبة للخدمة هذه بارابور على هذه خدمة كلها
تخدم في لو نيفو، معناتها في نيفو بتاع في نيفو بتاع تاع كيب سينيور. سؤال علاش تخدم هنا؟ خاطر سي ريسكو، تو برون ان ريسك، خاطر اذا كان عندك جوالات تكنيكمون موان في كيب متوسطه، وهذا عادي لو كنا بدينا كل تم الكيبات الاول والثاني والثالث والاخر والديفيزيون 2 والديفيزيون 3 موجوده في العالم الكل، اذا كان يبدا عندك جوالات تكنيكمون موان ولا تدخل في الريسك بتاع بير دو بال ولا اللي فور تكنيك، دونك علاش لازمك تفكر تخدم الخدمه هذه في كيب محترمه، معناتها التكنيك مو محترمه، تنجم تعمل الابليك وتنجم تخدم جو موفمون وجو اون بروميير اتونسيون، وتعرف عندها ريفلكس تكتيك اي سورتو عندها اون ديسيبلين تكتيك، ديسيبلين تكتيك اللي تخليك تطبق الشيء هذاك اللي قلناه تطبقه بحذافيره، دونك تعرف كل واحد يعرف التاش نتاعو وين باش يمشي وين يجي. لكن الخدمه هذه اذا تخدم في ليجان، تخدم في ليجان انا نقول انا ما تخدمش كخدمه كيما هذه ديفلوبي كيما هكا كيما كنت نقول فيها انا كيما نسال. الخدمه هذه تخدم في ليجان ا بارتي دينيسياسيون انيسياسيون، دونك وهذا من الحاجات اللي بنمو احنا في تونس نخدموها مليح الحق، معناتها لو ترافاي ونولي مش حل بارونتيز هنا حل بارونتيز ويتكلم عليه كابتن نجيب البارح، انا شفت كونفرنس نتاعو في الصحه فريمون، معناتها كونفرنس كانت ممتازه جدا فيها كل شيء الى توشي اتو اي سورتو الى توشي على فورماسيون دي جون، الى توشي على فورماسيون دي جون، وهذا مهم جدا. احنا في تونس ناقصين برشا فورماسيون او نيفو دو لا ديفونس، ناقصين فورماسيون او نيفو دو لا ديفونس، هذه نقطه. لكن اللي ناقصينه اكثر من فورماسيون لا ديفونس واللي انا بالنسبه لي معضله من معضلات الكره في تونس، اذا كان في العالم العربي مش في تونس، معضله من المعضلات هو لو ترافاي دو ريبلي ديفونسيف، المونتاليتي نتاعنا ما تقبلش الريبلي ديفونسيف، عندنا مشكله في الريبلي ديفونسيف، مشكله كبيره ياسر. معناتها احنا في لعبيتنا العرب ولا لعبيتنا في تونس يتصور انه هو كيف شاط الكوره مسموح له انه يرجع وقت اللي يحب هو، شاط الكوره ومركب مسموح له انه يرجع وقت اللي يحب هو، وهذا خطا كبير. علاش انا قلت لكم العقليه نتاع اللاعب لازم تتبدل شويه، تتبدل في النيفو نتاع البلاي، هذا اهم شيء. شوفوا انا خدمت مع بغدان في مقدبور، خدمت مع مقدام في مدهور، عملت استاج كبير ياسر معاه، استاج بيرسونيل بيني وبينه معاه. من الحاجات اللي فريمون معناتها الما امبرسيوني توت امبرسيونون باش ما نكذبش عليكم، مي من الحاجات اللي امبرسيوني من العقليه نتاع ريبلي ديفونسيف، من العقليه يودي شي يهمك في اللي شات اللي ناخر اش عمل، شي يهمك في اللي شات لاريير هذاك اش عمل، شي يهمك في الدومي سونتر شات اللي انا كمل الملاعب اللي شات الملاعب اللي شات الرياكسيون اللي عملها بعد الشوط شيء فوق العقل، معناتها كانه خلى باب داره محلول، معناتها عباره كانه خلى باب داره محلول بالضبط، معناتها ريبلي دو نيفونس. هذه العقليه اللي احنا في تونس لازم نكسبور وتتكسب من لي جون من الصغرى، زعما نعلم الملاعبي انه راهو كمالة الهدف نتاعو، كانك الهدف ماهوش باش يسجل لك هدف الا ما تكون انت موجود في الدفاع قبل الكرة. لازم يدخل الملاعب هذا ويدخل في عقلية الملاعب هذاك ملي هو صغير انه يرجع للدفاع قبل كمالة الهدف نتاعو، هو رجوعه للدفاع هذيك كمالة الهدف نتاعو، نص بوند زعما مارك عبارة بالنسبة لي أنا مركز نص موت، النص الثاني هو إنه يرجع لبلاصته. يلزم تدخل في العقلية هذه عند اللاعبين، وهذه العقلية حاجة صعيبة ياسر، فريمون صعيبة ياسر اللي تتطلب عمل ذهني كبير، تربية نقول أنا مش عمل ذهني، تربية عليه على التقاليد نتاع الريكيو ديفونسيف غير اللي قال عليه كابتن جيب لي باز دو ديفونس ولا التكنيك دو ديفونس. تاع الديبلاسمون والديفونس الساقين والايدين والانتيليجونس والكولتور دا 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 هذه اهم شيء
حزب المهدي العربي والتونسي يدخل. نرجع للفورماسيون جون اللي ليزيكزارسيس اللي اعطيتهم توا انا مثلا في الشفمون ينجم يكونوا ليزيكزارسيس حتى بور لي جون ادابتابل بور لي جون تاع 16 جوار تاع 16 18 معناتها فهمت ادابتي ادابتي. لكن الفكره اللي نعطيها لكم بطبيعة أنا نعطيكم دي زيكزامبل ديكزارسيس، أن إكزامبل ديكزارسيس، دي زيكزامبل ديكزارسيس، لكن ديما نقول اللي ثم مئات التمارين اللي هي تعتمد على شنو؟ تعتمد على الباسي فا وباسي سويت، دي زيكزارسيس سامبل في الفورماسيون تخدموا لي باسي فا وباسي سويت هما اللي يعطيوا أكثر فيزيون للملاعبي غير الكاليتي تاع الملاعبيه، الكاليتي دو فيتاس، الكاليتي دو كورس، انك تعطي الملاعبيه اون ريفليكسيون فيزيوال، ريفليكسيون فيزيوال معناتها يولي يفكر عينه تخدم شيء ومخه يخدم حاجه اخرى. دونك تريز امبورتون بالنسبه للي جون في الـ في الـ من 8 ans 8 ans 10 ans 12 ans مهم جدا ان يخدموا ليزيكسيس تاع باسي فا باسي سويت. احنا ساعات بدنا نضحك نقول ايه شنو هذوما اكزرسيس باسي فا وباسي سويت شنو هذوما مازال السيد هذا يخطف في الاكزرسيس هذا ابا في ابا وي ابا باسي فا وباسي فا وباسي سويت ويزمو يخدمهم الرد اللي عمره 8 سنين و9 سنين و10 سنين و11 سنين ويزمو يخدمهم ويخدمهم برشا زاد خاطرش يكبروا له الريفليكسيون تكتيك نتاعو والريفليكسيون فيزيوال نتاعو مهم ياسر باش يخدمهم دي زيكزيسيس ساهلين ياس و ثم دي فورماتور اللي مثلا كيف يخدم اكزرسيس وما ينجحلوش الاكزرسيس الملاعب يطيح حد يغزو هنا ضربت له الكره في وجهه جاي من هنا كان الحاجات هذوما اللي يصيروا للاعبيه الصغيرات دونك يعمل اب يقلب اللعبه رقص ما هي 6 6 6 كاليه لا يا سيد ما تقسمش بيرسيس واصل اخدم اصبر تو تمشي عاودها مرة مرتين اليوم خدمتها 5 دقائق غدوة خدمها 7 دقائق بعد 10 دقائق عاودها ريبيت عاود ريبيتيسيون تشوف طول اللاعبين يولي يجنب الكرة يولي يجنب باس من هنا ويوصل من هنا باس من هنا يعطي باس من هنا يجري من هنا يعطي باس من هذيك يجري من هنا يعطي باس قدام ويجري من هذيك الكل هذوما حاجات اللي يساعدوا اللاعب باش يلعب اون بريمير انتونسيون في ليكيب سينيور وقت اللي يكتب. مهم ياسر الاولاد في الفورماسيون ديالهم هذايا وانا نشجع لي زونتونور ما تخافوش حتى كان اكزرسيس ما مشالكش كل شيء المهم الاكزرسيس يكون منظم بالطبيعه في لي باز بيداغوجيك نتاع 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 الصغيرات ونعرف اللي انتم ما كنتوش ناقصين من في الحكايه هذايا دونك حطهم دي باز دي زيكزرسيس تري سامبل نتاع باسيفا اساسيين معناتها اما تخدمهم بور لي جون où tu précises les jeunes à 8 ans, les jeunes à 9 ans, 10 ans, 12 ans, ils ne sont pas si suite, un petit jeune, un petit jeune, معناتها هذوما دي زيكزيرسيس ساهلين ياسر وتنجم تخدمهم تخدمهم فاسيلمون فاسيلمون لازم تحطهم تحطهم لي جوار نتاعك هكا تحط جوار من هنا باس باس هذا يجي هنا هذا يجي هنا هذا هنا هذا هنا اوكي كي يدور من هنا تعمل ان بلو هنا هذا يعطي باس يعاود يرجع الكره يرجع ذا يعمل باس بلو من هنا يرجع ذا باس يمشي هنا هنا باس يمشي هنا بعد لما تخدمها بالباس ديجونال هذا يجي يعطي باس من هنا يعطي باس من هنا نفس الشيء يرجع من هنا باس ديجونال من هنا ملتي في الاكزرسيس هذا هما ديزيكسيزي سامبل تاع باسي فا وباسي سويت بالنسبه للي جون مهمين ياسر تحضروا الملاعب هذايا باش يولي ناجم الملاعب يلعب اون بروميير انتونسيون في الجو نتاعو وتتشوف وراه سي بي ان اليوم انت تشوف انا ممكن توا في عمري انا خدمت في لي جون سنين في تونس خدمتها قبل من بعد شفت الملاعب اللي بعد 5 6 سنين 7 سنين يلعب في ليكيب سينيور نشوف فيه كيفاش يعمل كل شيء جو سوي فيير دو سا جو سوي فيير دو فوار الملاعب هذايا اللي كان وانا يلعب بالطريقه هذه. بريف اون كونكلوزيون كان تحبوا تعطيوا الاسئله نتاعكم تعطيوا الاسئله نتاعكم نحاول نجاوب على القدر اللي نجموا من الاسئله نتاعكم.
نحاول بريف الملخص نتاع جي اون ترانزيسيون الترانزيسيون دو لا ديفونس فير لاتاك اي جو اون بروميير انتونسيون فيها دي باز معروفين اذا كان تخدم بسته طالع بسته السته هذوك قاعدين في الاتاك ولا باش تبدل منهم وصلت بخمسه شنو تعمل بخمسه دي باز هذوما تخدمهم يوليو لك ساهلين ياسر انه يربحوك في برشا وقت يزيدوك برشا افكار يزيدوك برشا هجمات ويزيدوك برشا 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 بطوات. ان شاء الله نكون جيت على بعض من الخطش. يقول لكم حاجه بيني وبينكم، اذا كان باش تكتب انت تحكي على تام في الهون لازم تكتب كتاب وتعمل خمسة سيديات مش تحكي على تيم واحد. دونك انا خذيت لو بلوز امبورتون في الحكايه هذه الكل باش حاولت نوصلها لكم دابري مون اكسبيريونس التجربه نتاعي التجربه اللي خدمتها انا خدمت بالترانزيسيون تجربه ناجحه نجحت فيها. نتمنى الناس الكل اللي جربها ينجح وحتى اللي ما جربهاش ان شاء الله ينجح. معناتها ان شاء الله الناس كل يكونوا ناجحين باذن الله. اما هذه فكره من الافكار ان شاء الله في كان اخر نحكي لكم على اذا كان كتب لنا القدر نحكي لكم على مثلا على الريبلي ديفونسيف وكيفاش نوقف الترانزيسيون هذه وجو اون برومي اتونسيون خاطر فيها حاجات ما لازم نحكي لهم توا دونك لازمها تام وحده كيفاش نعمل كيف كيفاش نجم نعمل ان ارسيلمون خدمه بالارسيلمون مثلا اذا كان باش نعمل ارسيلمون على الرولي الاولاني ولا نعمل ارسيلمون على 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 الجو اون برومي اتونسيون على الكروزمون الاولاني. ثم برشا افكار تنجم تعملها بتاتا تنها نخدموا الخدمه هذيا اللي عزيز على قلبي بصراحه خاصه خدمه الريبلي ديفونسيف عزيز على قلبي ونحبها نحبها تنجح مش عندي انا بركه نحبها تنجح في تونس نحبها تنجح عند المدربين كل حتى في العالم العربي كل وتولي عندي عقليه تولي عندنا عقليه نتاع ريبلي ديفونسيف كبيره ياسر هذا يسهل لنا برشا حاجات ربحنا في برشا حاجات. لازم تو نقرب شويه الميكرو ونقرا شويه سؤالات اذا كان لازم نقرا سؤال اثنين ولا ثلاثه نحاول نجاوبكم على قال لك هل من الافضل في حال وصول بخمسه مهاجمين دخول لاعب محوري مباشر او ام بعد عمل هجومي من ثلاث صوابع؟ اذا كان وصلنا بخمسه لاعبين كما قلت لكم هذيك وصلنا بخمسه لاعبين دونك لازم نخدموا اللارجور دو تيران واحد في اليمين واحد في اليسار اني لي دروا واني لي غوش ان بيفو كي تري امبورطون لازم يكون موجود في 6 متر افيك دو زاريير من هنا لي دو زاريير هما اللي نخدموا بها نخليو خاطر ما نجموش نتحركوا لازم نكونوا نخدموا اون لارجور ولازم نكونوا عندنا دو جوار على الان نخدموا افيك ان كروزمون افيك ان ديبار ديبار ديلي اذا كان بخمسه من المستحسن اني نخدم ان ديبار ديلي كيما خدمت انا مثلا نجم نخدم ان ديبار ديلي ويرجع لبلاصته معناتها نعمل ديبار نرجع لبلاصته ونقعد نتاكي كان من الجهه هذيك ما نتاكيش من الجهه الاخرى معناتها نتاكي بوتيتر افيك سوبيريوريتي نيميريك والا افيك ايجاليتي نيميريك. La transition rapide est suivie de repli. Ça demande beaucoup d'efforts. ماش سلام كاليتين بوكو دي فور مش بوكو دي فور. اذا كان تربطها بالبلي ديفونسيف مش بوكو دي فور تجم تحكي وتسلو البريباراتور فيزيك اذا كان ملاعبي انا عندي قناعه اذا كان ملاعبي يلعب ديفونس ان بون ديفونسور يلعب ديفونس مهما كان البوست تقوليش راه يلعب بوست 1 انا ماهيش تركينا بوست 1 راه واش بان بوست 1 بوست 1 سي بوست دي ديفونس مهم جدا. اذا كان لاعب يلعب ديفونس ويخدم الترانزيسيون ويلعب جو اون بروميير انتونسيون وبعد كي يلعب لاتاك بلاسي وبعد كي يعمل ريبلي ديفونسيف خويا عندنا حتى ملاعب في الدنيا هذه حتى ملاعب ما نجم يتحمل الانتونسيتي هذه فقط نحكي الانتونسيتي نتاع ماتش كامل حتى ملاعب ما نجم يتحمل هذا الملاعب ينجم يتحمل بارتي من هذاك لك علاش انا قلت لك من الاول القانون سمح لك انك عندك 16 ملاعب انت ما عليك كان تخدم السيتيام والويتيام والنوفيام والديزيام تخدمهم وتحضرهم باش ياخذوا لك شويه
وقت في الجيم بتاعك، على الاقل باش تنجم اللاعب بتاعك اللي هذاك قاعد يحبوا على الترانزيسيون. À votre avis, l'importance en amont de profondeur de la fin de tir pour fixer la défense, l'aspect tactique et la transition en jouant sur le côté de la balle tirée par l'adversaire. C'est un concept tactique. Le geste technique approprié, le geste technique adéquat à la situation, il y aura من صلاحيات اللاعب ماهوش من صلاحيات المدرب. ما تنجمش تجي للملاعب تجي تعمل له يقول له يجي اعمل ديبار واعمل فان تير شفنكر وتعدي. ما تنجمش تقول له هكاك. انت تقول له تعمل ديبار وتجي من هنا مش تعطي باس. اذا كان هو شايف من المصالح مثلا مش عامل شفنكر ويتعدى ما عامل شفنكر ويتعدى. اما الموفمون يسمى تخدم السوليسيون تكنيك هذيك راهو ذل الملاعب. ديما تخليها ذل الملاعب السوليسيون تكنيك. انت تعطي السوليسيون تكتيك. اما السوليسيون تكنيك بيرمون تكنيك سي بور لو جوار سي با بور لونترونور مش جوار بجي لونترونور بجي يقول هوني اعمل فانت هوني يعطي باس لا هو انت باش تعطي الكونسيبت تكتيك وهو باللي جيست تكنيك نتاعو ينجم يتصرف باللي جيست تكنيك نتاعو لكاليتي فيزيك لكاليتي فيزيك participer à la transition. La qualité physique. Qualité physique. شوف. كل لاعب يلعب في هو نيفو لازم تكون عنده كاليتي فيزيك، مانيش نحكي على كاليتي مورفولوجيك، نحكي على كاليتي فيزيك، كل لاعب يلعب في الهون في الهون نيفو لازم عنده يكون عنده الكاليتي فيزيك، لازم يكون عنده الفورس، الفيتيس، الاندورونس، هذوما كل لازم يتخدموا. اما ثم جوارات تلقى عنده اللي بلو رابيد من انه اندورونس، ثم لاعب اللي بلو فور من انه رابيد، معناتها ثم كاليتي تغلب على كاليتي اخرى، الناس كل لازم تكون عندها الكاليتي باش يلعب الكوره معناتها في الهون نيفو. اما كاليتي تغلب على كاليتي اخرى انت الافكتيف اللي عندك انا نحكي على اونيفو راه بس نحكي على صغار نحكي على اونيفو في الاونيفو براتيكمون تو ولا نحكي على ليكيب ناسيونال ما عندكش جوارات تجيب جوارات كل عام ليكيب تتبدل وكل لونترنور يجي يعمل نحب الملاعب هذا نحب الملاعب هذا يجيب الملاعب هذا هذا في لو نيفو كيما في ليكيب ناسيونال كيف تاخذ جوار من الجمعيه هذه وجوار من الجمعيه هذه وجوار من الجمعيه هذه انت تعرف الكاليتي نتاع الملاعب هناك كيف خذيته تعرف اللي هو جوار دو ترانزيسيون انا نحكي على الكاليتي فيزيك الكاليتي مورفولوجيه كمان انا بون ما نجمش نقول لك مثلا واحد طويل ولا واحد الطول نتاعو الخشن نتاعو وكل شيء اذا كان عنده الكاليتي نتاع الفيتيس عنده الكاليتي التكنيك بتاع 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 جو 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 اون موفمون اذا كان عنده الكاليتي بتاع الفيزيون جو في التيران اللاجير تاع الفيزيون جو في التيران راهو ملاعب هذاك صالح باش تخدم به اذا كان ما عندكش ملاعب عنده الكاليتي هذيك تنجم تخدم اذا كان ما عندكش جوار رير طويل طوله 1.90 ولا 1.95 وشوت خوي ما تمشيش تخدم الزكرون انت تخدم الكرون باش يشوت باش يشوت هو 1.60 اش عنده ما يشوت دونك بالطبيعه على حسب الكاليتي نتاعك وعلى حسب ليفيكتيف نتاعك اما نحكي في الهوني فور او كل لاعبي كل جو اونترنور عنده افكار والافكار هذيك يرتبها باللي ريكروتمون تاع الجوارات نتاعو وبالانتدابات نتاعو ولا اونترنور تاع كيب ناسيونال يخدمها بالجوار تاع ليزيكيب الاخرين. ان اكزومبل دو ترانزيسيون ابري ان سونتر معناتها ان سونتر رابيد. هو ما ثماش فرق هو ما ثماش فرق. الفرق في الترانزيسيون من الكرة من 6 متر باش تطلع بها والا كرة من السونتر ثماش فرق. الفرق فين؟ الفرق الساعة الأولانية في الكورة باش تطلع كان
من الجارديان، بما انه لما صوت الكوره مش تطلع كم من الجارديان، الكوره بتاعتك مش تطلع من الجارديان، دونك التراجيكتور بتاع الكوره ظهر، دونك لازم ثم ان ديزيني ان جور اللي هو مشى بالصوت، اللي هو مشى بالصوت، فوار دو جور، خاطر بارفوا زاد الجور اللي مشى بالصوت يكون في اكسيون، في اكسيون ديفونسيف، في اكسيون ديفونسيف في ان كونتر ان، طف الاخر تعدى طاح مركب بوت تاعهم الاثنين، ايش كوم شلعه؟ دونك ثم ان جور ودو جور اللي هما عندهم يخدموا يعملوا سونتر، اما غير هذاك ثماش حتى فرق. الترانزيسيون سور سونتر رابيد ولا ترانزيسيون من 6 متر من عند الجارديان ولا من فوت ولا من حاجه، سي ما ثم حتى شيء، كل واحد يعرف الكولوار نتاعه، كل واحد قبل كانوا يخدموا مثلا لي سونتر كانوا يخدموا على ليه مثلا بيفو يخدم يجي ليه يقص كومبليتمون مع فهمت يجي من هناك يخلص كومبليتمون يخدموا على ليه واش في السونتر رابيد يخدموا على ليه واش على خاطر عادة ليه هو لو موا سامحوني بالله بس مش ما نطولش عليكم خاطر حتى انا مش بدا الموضوع السونتر رابيد يخدموه مع ليه سي تو سامبلومون خاطرش ليه هو ابعد واحد على واحد من لي دوزيني نقصد هو ابعد واحد على الاكسيون ديفونسيف دونك هو اللي ينجم اكثر واحد ينجم يوصل للسونتر دونك او اكثر واحد نجم يوصل للسونتر هو اني من لي دوزيني بيسكو اذا كان تشط الكره من هنا يعني من الريال ولا تشط الكره من اليمين دونك اللي هنا هو اللي مش يجي يخدم السونتر من هنا برشا يخدموا فيها ثم شكون يخدمها هو يبدا يجي من هنا يخدمها ويجي ويتعدى بها من هنا ويتبلاصها هنا كدوزيام ديفون ما بين الان والدو برشا يخدموا من هنا واذا كان تشط الكره من لان هنايا ولا من لان هنايا ولا من 6 متر من هنا يخدمها من هنا من هنا برشا يخدموها كما كان اما ما ثماش فرق هذه فكره من الافكار تستخدمها انا حتى هذه الناس تستخدمها حتى في الترانزيسيون نورمال معناتها فهمت تقطع الكره ويجي يمشي مثلا الدومي سونتر ولا الجور اللي هو ابليكي في الترانزيسيون يجي وراه اللي ليه مولا ديك يتعدى ثم حتى فرق ما بين الترانزيسيون مع عند الكارديان والترانزيسيون بالسونتر رابيد J'ai une transition à un blague. Est-il possible de bas avant, puis de bas arrière? Le jeu en transition, bas avant, bas arrière. Comment est-ce que tu as dit 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 que واحد من باز افون وقتاش تعرف اذا كان قلت لك اذا كان تلعب اسيس ست جوار نتاع الديفونس هما بيدهم يطلعوا للاتاك وهما باش يكملوا الاتاك من بعد ماذا بك تخلي الباز ريال تحرك واحد من لي دوزيام اذا كان تلعب اسان سي تو تافي نورمال اذا كان تلعب اسيس وعندك جوار اللي هو ان ديفونسور سي با ان سبيساليست دونك هو اللي تنجم تخدمه ان اكزومبل باش تعدى اون دوزيام بيفو ولا باش يخدم ان كروازمون ولا باش يخدم اي شيء الكرة من هنا تاريخ هذه حاجة امبورتونت ونقطة ما تكلمتش فيها هو الدريبل أنا بالنسبة لي أنا الكارثة الدريبل الكارثة أحلى توا حتى هوني راهو عندنا في دورة قدري راهو شفنا حتى هوني في النيفو اف دريبل باس اف دريبل فان باس اف دريبل فان باس الناس كل تدرب الناس كل تدرب الترانزيسيون الاف الكبرى نتاعها هي الدريبل الاف الكبرى نتاع الترانزيسيون هي الدريب اذا كان قد تمشي بالدريب ها فسد البرنامج الكل خدش انت بالدريب ما تنجمش تمشي بالدريب احنا نحكيو على الارجو التيران ونحكيو على كل بلاعب باش يكون في بلاسي في ان سيكتور دو تيران اذا كان تحكي بالدريب ما تنجمش انت دو ميسونس باش تمشي تجي دريب في النص ما تمشي دريب من هنا تمشي دريب من هنا عندك واحد صعب من هنا وتمشي دريب من هنا عندك واحد صعب دريب من هنا حتى الافه نتاعها هي الدريب دونك من المستحسن اني ما نستعملش الدريب لكن لازم نعمل نستعمل الدريب بور ايفيتي اون فو تكنيك باش ما نعملش مارشي اذا كان ما طلع لي راح تطلع من بين دريب الابون سي باس هذيك حاجه مفروغ منها اذا كان نستعمل الدريب نستعمل الدريب للحاجه اما الدريب من المستحسن باش ما نستعملوش
دايور كان تشد ماتش في تونس، ماتش هو نيفو راه كلوب اسبيرونس، كلوب اسبيرونس اتوال اسبيرونس تشد ماتش، وتشد ماتش في الدوري الالماني اي كيف، حتى في وسط التابلو ولا اخر التابلو، وتحسب النومبر دو دريب، تشوف نومبر دو دريب في الماتش كله ملتيبلي بار في تونس، ملتيبلي بار 100، ماشي دريب. الهوندبال المودرن ما يتطلبش دريب، الهوندبال المودرن يتطلب كاليتي 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 باس بي، الانترفال تبع تعرف الانترفال اللي تجري فيها، ما تخدمش على الانترفال مش الانترفال بتاعك انت، خاطر الديفونسور من الحاجات دريبل من اسوء الحاجات اللي ممكن واحد يعملها في ترانزيشن. من المستحسن انك ما تستعملش دريبل، لكن اذا كنت تحتاج انك دريبل فور ايفيتي فور ايفيتي او فور بروغريسي فير ان بو ان اسباس فيد، اذا كنا نعمل في ترانزيشن نلقى الدنيا محلوله قدام، نزول ساعتي في باس انا تاك نمشي نعمل دريبل نمشي نمركي على روحي بوط، السلام عليكم مش عيط له انا مش نقول له استعمل يا ولدي، شوف سكاكه نمشي نمركي على روحك نورمال. او انك باش تو فا ايفيتي اون فوا تكنيك كاو باقي بينا ما نسموش دريب. الكلي دو لا ريسيت دو جو ان ترانزيسيون اي لا بريز دو ديسيزيون كومون بيتون لاميليوري بريز دو ديسيزيون هو راهو الجو ان بروميير انتونسيون سي ان جو اون ليكتور. دونك كل شيء مبرمج، كل شيء مبرمج، ما فيش برشا امبروفيزاسيون. دونك ما فماش اون غروند ديسيزيون، لا ديسيزيون الكبيره اللي تاخذها هو لا ديسيزيون دالي فير لو بوت بور ماركي. الملاعب اذا كان كيما قلت لكم، الملاعب اذا كان عمل كيما قدمني فيها قدامه شو تعرف، اذا كان لقى ديفونسور تعدى كونترا جاي مشي يعطي باس من هنا، اذا كان تعدى انا في عم دريب نمشي مركز روح. لا ديسيزيون سي بور لي جور، سي بور لي جور دو فينير، هيك البريز دو ديسيزيون. اما جو هو جو بيدو سي ان جو اون ليكتور، دونك ما فيش برشا دي ديسيزيون ابروند، كل واحد يعرف الخدمه بتاعه يخدمها. الديسيزيون اللي باش تاخذها هو انك شكون اللي باش ياخذ يعرف اللي هناك لوبورتينيتي نتاع مارك ان بوت هذاك هو. جو فولي جو سافوار لا بروميير فاك كونسيست ديزيني اي بيفو دوزيام فاك لا باز اري بور كونكريتيزي اي فينير لا ترانزيسيون. ميرسي. باهي مريك كلامك صحيح، معناتها عندك علاش انا من الاول قلت لكم اسي دو نو با امبليكي لي زيفي، ne pas impliquer les idées de transition. Mais un définisseur, comme relayeur, comme définisseur, je suis le cours, il finit ce qu'il joue de cours, ou elle fait hal, mais hal, il va être comme Bekri, je suis en croisement, il va dans le deuxième pivot, je suis là, il déstabilise la défense. الدريبل تكلمت عليه، قلت عليه الدريبل على التركيز على التحول الهجومي ما يأثرش على التركيز الدفاعي من خلال تفكير اللاعبين في الهجوم، هذا يخلي المدرب يعمل على الجانب الثاني كثير. شكون ما يحبش يمشي للاتاك؟ الناس كلها تحب تمشي للاتاك، هذا طبيعي، لكن اذا كان بالديالوج نتاعك وبالديسكسيون نتاعك وبقناعتك وبطريقة العمل نتاعك توصل ميساج للاعبية بالفالور نتاع الديفونس، بالفالور ريال نتاع الديفونس. انا بالنسبة لي انا قليل ياسر باش نهز ايديا في موضوع، اما نهز ايديا في كره نحالي الجاردان ولا نحالي الديفونس، انا هذه قناعتي انا.
اذا كنت توصل تعدي القناعه هذيك اللعبيه نتاعك توصل تعديها راك نجحت. اذا كنت توصلهم وتقول لهم راهي الديفونس هذيك راهي روح الماتش، خاطر كيما نقول انت ان بوكسور يعني جيمناست، لا تكون ان جيمناست اللي يعمل لك الاكروباسي ويعمل لك كل شيء، والديفونس ان بوكسور. شكون يحب يكون بوكسور؟ احنا يحب يكون بوكسور، شكون يحب يكون جيمناست تطير في السماء؟ دونك اذا كان قناعكم اللي بالحق فو بوسي في الديفونس، حتى حد يفكر في الاتاك. في الاخر بالكل يلزمك تقنع الملاعبين نتاعك اللي عندنا دي فاز اترافاي، ما عرفتش انك جبت على الريبلي، ثم دي فاز اترافاي، فو ترافاي لي فاز. كل فاز لازم تعطيها حق، تعطي حق انك تخدم الديفونس، تعطي حق انك تعمل في ترانزيسيون في كونتر اتاك، تعطي حق انك تعمل في ريبلي. لازم تقنع الملاعبين نتاعك انهم يعملوا كل حاجه يعملوها بيان فيت. Le dribble, ça te permet de changer les rythmes. مانيش موافق برشا على الدريبل. حتى السيركيلاسيون دو لابال فيها لي تون فور لي تون فابل. لابروش لا بريباراسيون دو لاتاك فيها تون فور تون فابل. لي شونجمون دو ريتم. شونجمون دو ريتم تحكي على شونجمون دو ريتم انديفيدويال، معناتها لازم يمشي بشويه وبعد كده يجري، معناتها شونجمون دو ريتم انديفيدويال هذاك موضوع اخر. هل التركيز على التحول الهجومي فتح جيش السيميو فتح لابتيزم ديسيزيون على فن الترانزيسيون بر الجوار اي تريز امبورتون كومون اون بو اميليوري سو تو سي لي جون. شي لي جون صعيبة شوي. أنا قلت لك لي جون نخدموا حاجات، نحكي على لي جون راهو نحكي 8 9 10 12 معناتها نحكي على حاجات بريباراتوار. اما لا بريز دو ديسيزيون ان لاتاك اون بروميير انتونسيون فات انتهت، ما عادش عندنا حل باش نخدموا لاتاك بلاسي اون فا بريباري لاتاك. لا ديسيزيون هذيك نجم يخدها اي لاعب، نجم يخدها اي لاعب. ما تنجمش تجي الملاعب يقول له ما تعمل حتى شيء، لازمك تقعد ديما تلعب ديما ما تعمل، تنجمش. ايه الملاعب هو اللي يعمل. لكن انت بري ليكسبيريونس نتاع اللاعبين الخبره نتاعهم والسونساسيون نتاعهم. بارفوا ساعات لونترونور من برا يعاون ستوب يكفي ريت نخدموا انا مثلا في ساله تبدا فيها 5000 7000 مسايب ساعات نمشي. اما لا بريز دو ديسيزيون يعني لا ترانزيسيون جو ان بروميير جو ان بروميير انتونسيون وفات يا فتحي انا هو سيت اون ديسيزيون دي جور ماهيش من حد اخر. كل ملاعبي يشوف انه هو وصل في سيتوياسيون دو ديفيكولتي اللي ما عادش تخليه يكمل يلعب بالطريقه هذيك، سواء اون ديفيكولتي فيزيك باي سواء اون ديفيكولتي تكنيك سواء اون ديفيكولتي تاع ريغلومون. حس روحه باش يعمل مارشي، حس روحه باش يعمل ريبريز، فهمت؟ يوقف. دونك البريز دي ديسيزيون عند الملاعبين. اوكي يا فتحي. كيلي نومبر دو باس تولي بور افكتيي ان جو ترانزيسيون كومبليمونتير بور بروميير انتونسيون. نومبر دو باس اوف. ما فيهاش نومبر دو باس، ما فيهاش ان ماكسيموم ان مينيموم نومبر دو باس. فيها ان جو اون ليكتور كيما شفنا توا معناتها اتيدي كل واحد يعرف الرول نتاعو في كل وقت من الجو هذاك ينجم واحد ياخذ بريز ديسيزيون باش يشوت في كل وقت وقت يلقى الاوبورتونيتي باش يشوت وقت تكمل الموفمون هذيك تكمل الموفمون هذيك سي تو تافي نورمال مادام وقفت الموفمون هذيك معناتها راه صار بلوكاج تو تافي نورمال باش ياخذ. ما فيهاش نومبر دو باس، ما تنجمش فيها نومبر دو باس معينين، تنجم يكونوا في الجون او بريمير انتونسيون نجم يكونوا دو باس 3 4 5 6 7 8 باس نجم يكون، اما ما تنجمش تعطي عدد مثلا تقول
au-delà de la cinquième passe ou la sixième passe, ils ont terminé. C'est la décision des joueurs d'arrêter le jeu en première intention. Qui montre que bon, ça a tant de Quel est le nombre de passes? Nassar Bich. Bravo, je trouve que c'est très intéressant. C'était ma tâche d'actualité, merci. Je vais montrer cela des moments, des entraîneurs qui ont la confiance entre la transition et le film. Je te salue, Massa. Exemple de transition avec deux pivots. Exemple de transition avec deux pivots. Avec deux pivots fixes, man. Il y a trop tôt, les pivots avec deux pivots fixes. Je t'en sais, man. On a deux pivots. Il y a un mec qui fait des exemples. Et nous faisons un pivot, on fait un tête à deuxième pivot. Soit qu'il y a un arrière, il y a un défenseur. Un petit exemple, il y a un défenseur qui est en deuxième pivot. Ou la transition, tu as un croisement avec Ili ou autre dans deuxième pivot. En mis lequel deux pivots fixes, il y a un radic. Maintenant, il y a une transition à 5. Deux pivots, moi je dis radic. On a une transition à 5. Et puis, on a un croisement à Ili. Ou alors, il y a un radic. Il y a un croisement. Il y a un faux départ. Un faux départ externe. Il y a un qui passe. Peut-être que ça va être un par poste, il y a quelqu'un qui est avec les deux pivots, par poste, on a deux arrières et on est, il y a le pivot et la poste, il y a toute une variété de multiples dans des idées. Là, il y a un chose, dis-moi, retenez, maintenant les détails, écoute, je vais faire un mal, retenez les bases, retenez les idées principaux, la largeur du terrain, quand tu utilises les ailiers de terrain, quand tu ne les utilises pas, وقتاش لي زيلي تاعك يكونوا فيكس وقتاش امبليكي في الترانزيسيون وقتاش ماهمش امبليكي في الترانزيسيون كيفاش تعمل كي يبدا عندك ان جوار ديفونسور كيفاش يما تعمل كي يبدا عندك دو جوار ديفونسور وانت تعمل في الترانزيسيون روتوني سا هذو ما هما لي زيدي اللي نحبكم تاخذوها الباقي كله راهو اجتهادك وافتك اعطيت انا ان اكزامبل دو اكزامبل ثلاث اكزامبل لكن في الاخر اجتهادك انت هو اللي يخليك تعطي اللي تحب انت وتجرب اون بليس جرب الله يرزقك بالخير فوزيزين كان يقعد يجرب كان يشوفوها تمشي ولا ما يقبلنا كيف صافي بنتهم S'organiser après un jeu en transition non abouti. Quand et comment? Quand et comment? Avec une transition terre, le piège. Jeu en première intention. Il y a un index des changements. Il y a un index des changements. Tu annonces, de mes centres, il annonce le fait de l'équipe. Il y a un changement. Tu annonces le fait de l'équipe. Il y a un fait de l'équipe. Il y a un changement. Comment faire contre une première défense haute au-delà de 12 mètres? Comment se comporter si on est en un joueur qui est le malgré l'adversaire? ونحكي فيه حبيت نحكي هكا دليل حبيت نحكي عليه باش نعطيك شويه فكره معناتها انا ما حبيتش نحكي عن الموضوع نتاع كيفاش نوقف الترانزيسيون هذه كيفاش نوقفها قلت مثلا اذا كان ثم ديفونس على 12 متر ولا نعمل ارسلمون على بريمير روليير نعمل بريمير ارسلمون على ارسلمون على بريمير روليير نجم تعمل ارسلمون على بريمير لكن انا ننصح اذا كان عملت عليه ارسلمون بريمير رد بالك يتعدى بيك خاطر في راهو استفاع كي اوكي واذا كان طلعت عليه حاول باش تقعد عليه اون مان معناتها باش تقعد معاه هذا وين مشى وين مشى غادي مشى غادي مشى غادي وين هو تمشي معاه اذا كان باش تعمل عليه ارسلمون هذا فكرتي انا اذا كان تعمل ارسلمون عليه عالي عالي نحكي في البريمير باس معناتها تحكي على الرجل منين
اذا كان عالي، اذا كان عالي، اذا كان ديفون فقيتها عاليه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدوزمات، راهو كيما قلت لكم الخدمه نتاع الموفمون تاتاك اللي هي تتعدى من ديزيم بيفو، معناتها اتاكي لا ديفونس ديريال دو ديريال، معناتها ورا الديفونس اتاكي ورا الديفونس سوا افيك ان ديبار وراها، من تالي كانت بل فاليرو في ليكيب ناسيونال تاع اسبانيا كان فيها برشا نتاع ديبار دي لي انترن كيما قلت انا اكسترن، معناتها ديبار من برا ديبار دي لي انترن على 600 باش كي تتعدى وراهم هناك راك تلقى الجوار اللي جاي من غاديك، حتى كي تلقى واحد قدامه على 1200 قدام ولا ثم جوار متعدي من هنا متحرك لازم تجي باس ديريكت من هذيك. اما انا ما حبيتش نحكي بها بار ديتاي، خليتها ممكن نهار اخر نحكيو على ريبلي ديفونسيف ونحكيو فيها اكثر. سامحني صاحبي. جهة بداية التحول الهجومي، هل له علاقة بنية الانتهاء الهجومي؟ تريز انتريسون، سي صح، تريز انتريسون. سا ديبون من البوزيسيون تاع الجور لو بروميير روليير. الجور بروميير روليير مهم ياسر، مهم ياسر البوزيسيون نتاعو. خاطر إذا كان يبدا في الكوتي دروا تاع الديفونس غير انه يبدا في الكوتي غوش سي بلو فاسيل نحكي ها سي بلو فاسيل، ما ديما تحكي في جولات في النيفو راهو يا با يا با في ديفيسيل يا با فاسيل، لازم يخدم على لازم يعطيها يوصلها الباس كيما يحب هو، معناتها مش لازم فورسيمون انه جاي من اليسار يهز الكره اليمين خاطرش لاكس دو فيزيون نتاعو هذيك، الملاعبيه الكبار راهو يعمل كو دوي قبل ما يحضر الريال، يعني راهو عمل كو دوي وهو يمشي من هذيك خدام من هنا يبدا يعرف شو باش يعمل شو ما يعملش، ممكن يستعمل امتي دريبل، ممكن يعمل حاجه، اما لي جوار دو نيفو ما عندهمش ان بروبليم سواء انك تخدم كره من اليمين وتكمل على اليسار، تاخذ كره من اليسار تكمل على اليمين في الـ في الـ في الزون في الزون دو فيزيون تاعك، ما هيش حاجه كبيره ياسر، مي بور ان ديبيتون لازم تكون بدايه، لكن لازم تصلحها بعد شوي بشوي. Vas-y, Louadi. Je te salue, vas-y. Je te salue, vraiment, je te salue. Prise de décision de la lecture, les hommes ont des joueurs très forts technico-tactiques. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas d'énergie pour le monde. Surtout avec ta qualité technique. Qualité technique comme joueur. Un point très important dans le jeu de transition, le changement de rythme. Mais si on a dit qu'on a fait finalement un changement de rythme, on a fait un changement de rythme de l'équipe, dans l'équipe, le rythme de l'équipe, le rythme de jeu dans l'équipe. On a fait un changement de rythme, un faux rythme. On a fait un collectif. كوليكتيف ما فماش ديفوريت كوليكتيف في ترانزيسيون جو اون بروميير انتونسيون ما فيش لا بريباراسيون دو لاتاك لاتاك بلاسي فيها ان شونجمون دو ريتم فيها دي طون ديفيرون طون، اما لا ترانزيسيون جو اون بروميير انتونسيون لازم تكون في ريتم واحد، ما تكونش فيها دي ريتم دي هو دي با، لازم تكون في ريتم واحد. الحمد لله.
شفتو ساري وحمد زابا جاوا باهي في نزرت لامبورتونس دي جوار لامبورتونس دي لافال دون لا ترانزيسيون. واش لامبورتونس هي لامبورتونس في الجوارات؟ هو لو جوار ديفونسور اللي هو تكنيك مو عنده اقل من الجوارات الاخرين. هذا هو لامبورتونس جوار لامبورتونس دي لافال معناتها فهمت. الملاعبين الاخرين ما تخافش منهم. الملاعب اللي ان ديفونسور ولا دو ديفونسور اللي داخل عندك هذوك اللي تخاف منهم ساعات باش يعمل لك باش يعمل لك ديفو تكنيك. هيك علاش لازمك تعطيه دي كونسيني بيان بريسيز وبيان سامبل من غير ما يدخل في من غير ما هو امبليكي في الكوره. باش امبليكي بركه في الكوره معناتها مش ياخذ اذا كان جات الكوره يعطي باس ويدخل مزيان اذا كان خذ الكوره يشوط. ما تعطيهش بريز دي ديسيزيون انه هو باش يمشي يعمل كروزمون ويخدم الخدمه هذيك الكوره. انا قلت الجمهور راهي سريع معناتها الجمهور اللي موان بون اون اتاك نكلاسيه في 600 سيتي ميدي. عم نتصور انا نتصور اذا كان يقعد على 600 يصلح لي اكثر من يقعد البر ولا حتى في الليلي يصلح لي اكثر. انا وجهه نظري نتاعي يصلح لي اكثر حتى يكون على الاقل ان جور بيرتيبور من غير ما يكون ان جور في 600 ولا جور دو كاليتي تكنيك دو بيفو معناتها اللي هو باش يعمل ان بلوكاج ولا ان اكرون ولا ان غليسمون ولا فهمت باش يعمل التكنيك نتاع. اما نحاول باش يكون ان جور بيرتيبور معناتها ولا فيكساتور باش يفيكسي لي ملاعبي لا اكثر لا اقل. في الاخير اذا كان جات الكره يشوط وكهو حسان. حكيت الانكدوت نتاع مجمع البترول ربحناها وتحياتي للفريقين توتال اللي خسرنا معاه في البطوله العربيه اللي قبل البطوله العربيه اللي قبل في تونس خسرنا معاه الماتش دوفرتور اما خسارته كانت في الباهي اللي نحن خاطر عزينا التيتر. هل يجب توزيع المجهود من خلال توقيت الهجمة السريعة في بعض الأوقات من المباراة أو ذلك أو إلا ذلك أو الجانب البدني للفريق؟ سي تو في نورمال في لو نيفو في ليكيب بروفيسيونيل في لو نيفو كيما قلت لكم هذاك سيت جوار انسكري على الفو دو ماتش سي تو في نورمال اللي عندك دي سوليسيون اللي ما يخليوش اللاعب يلعب 60 مينوت دونك تقعد تلعب في الريتم هو بيدو. واذا كان ناجح الموضوع ناجح تقعد تلعب في الريتم تبدل الملاعبيه نتاعك. واذا كان ما عندكش ملاعبيه دو فالور دونك عندك هكا ستيت سبعه ثمانيه جوارات دور في حوالك فاهم كيما نقولوا انت دونك سايس روحك سايس روحك عارف كيفاش تعمل دريبات وقت اللي ما تبداش من الاول تعمل هكاك مثلا تخليها هكاك ومن بعد تعمل في نص الماتش اللي فيه كونترول اللي انت ولي تلعب في ترانزيسيون ولي تلعب في جون اون بريمير انتونسيون ذكى شويه هو ولا يسيح ويعيط ريبلي يصلح اموره في ريبلي يهز معناتها تولي تتصرف انت معناتها. اما اذا كان يبدا عندك افكتيف من غير ما تتصرف وقعد داخل الملعب على روحك ما تخافش عندك عندك علاش تبدل. اذا كان عندك مدافع يتغير ويلعب من جهه التبديل من جهه البنك تفضل تبدله ولا تخليه يصعد. اذا كان عندك واحد باك
انا شعور ان هو واحد مش لازم تبدل، كمل اخدم على روحك. اذا كان عندك سنين تبدل، تبدل في 2 شهور، فممكن تبدل واحد اللي يزيد شيرت زون شانجمون، ممكن تبدله وتخلي الاخر. اما ما نفضلش انه تبدلهم الاثنين. اذا كان عندك 2 شانجمون، تبدل واحد اللي هو في جهه زون شانجمون والاخر يكمل يلعب الترانزيشن تاعه، واذا كان عندك واحد بركه مش لازم تبدل، حتى كان تقريبا مش لازم تبدل، كمل الترانزيشن تاعك واخدم على روحك. ديما نعاود هذه فكرتي انا وقناعتي انا. يعني بتبيع السكور والطون هو لو روبير بتاعك في كل شيء، في الكوتشين في كل شيء. السكور والتايم، هل تطور النتيجة في المقابلة إذا كانت في حالة صحيحة تستمر بالصعود السريع. السكور والوقت هما أهم بارامتر تخدم بيه. السكور والوقت هما يخليوك تخدم الترانزيسيون ولا ما تخدمش الترانزيسيون. السكور والوقت هما اللي يخليوك تلعب بالجوار الفلاني ولا ما تلعبش بالجوار الفلاني. السكور والوقت هما اللي يخلي كل شيء في الماتش مربوط بسكور الوقت. فإذا كان سكورك مريقل ووقتك مريقل، ما سميش علاش باش تخدم الخدمة. ماشي نقوم Peux-tu nous expliquer le rôle du pivot pendant l'action et le croisement? Le rôle du pivot. Puis une circonstance. Puis une circonstance. Le rôle du pivot. Puis une circonstance. Un arquitecte m'a fait une circonstance. Par exemple, tu as 6 joueurs qui sont là, ou 7 en attaque. Les mêmes 6 en attaque. خدمنا احنا الخدمه نتاع اريير اريير مثلا، خدمنا اريير اريير مش حاطين البيفو نتاعنا، البيفو نتاعنا ما بين الدور وتروا، وخدمنا اريير اريير الخدمه نتاعو واضحه، الخدمه نتاع اريير اريير الخدمه نتاعو واضحه. فما خدمه اكسترا نجم نعملها اذا كان كما قال السيد صاحبنا، اذا كان عملنا ترانزيسيون افيك دو بيفو ديريكت، اذا كان مشاو دو بيفو على 600 مليون، ينجم واحد من لي 2 شهور يخدم بوست، يخرج معاهم يخرج ويخدم بوست. خدمتها برشا هنا مرات، انه يخدم بوست ويعمل يخدم بوست من عند هذايا ويمشي من هذيك، وتصير روتاسيون ما بين لي بيفو، بيفو هذا يجي هنا وبيفو الاخر يمشي من هذيك. نجم في الحاله كيما هذيك يسامبليك في الخدمه نتاع بوست، اما في الخدمه نتاعو يخدم في الترافاي تكتيك نتاعو نتاع الكومبي نتاع الموفمون تاعك اللي باش تخدمها، يخدم خدمته اللي باش تخدمها اللي باش تختارها انت. اي خدمه باش تختارها، انا قلت لك مثلا اخترت غير هي، حطيت ما بين الدو تروا، ما بين الدو تروا باش يشد لي، باش يشد لي نيمرو تروا، باش يحط لي من البوزيسيون اكسترن، يعمل ان بلوكاج من سيت اكسترن، باش نجم نوصل الكره من الاكسترن. بارتاجي لي فور، بارتاجي لي فور. انا قلت نعطيك اكزومبل، انا سي زياد بن شويخ يحكي على بارتاجي لي فور في الماتش. اذا كنت تخدم في ديفونس وترانزيسيون وبرومير انتونسيون واتاك بلاسي وربلي ديفونسيف والدنيا مكعبه، كيفاش باش تقسم كل شيء؟ نعطيك اكزومبل انا نتاع لي زونتونور اسبانيول، باش نحكي لكم بعد حكايه على لي زونتونور اسبانيول. لي زونتونور اسبانيول ليكول اسبانيول تحكي ما تكسرش راسك، تلعب 10 مينوت 15 مينوت طف يخرج اللاعب يدخل اللاعب، الناس كل تلعب. هذا بالنسبه لهم هما قناعه، قناعه عند 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 ليكول اسبانيول الكل. هذه القناعه هذه اللي صارت لنا احنا فيها مشكله في ليكيب ناسيونال تاع تونس، مش موضوعنا احنا، مش نحكيو على ليكيب ناسيونال تاع تونس. هذا مدرب اسباني من المدرسه الاسبانيه، والمدرسه الاسبانيه يخدموا هكاك. احنا نجيو نتفرجوا في الماتش مثلا، نحكي انا مانيش اونترونور، نحكي انا سيبورتير، نجي نتفرج الماتش نلقى الصباح مثلا شاف واحد اللي اثنين ثلاثه مركبوت في الدقيقه 15 خرج الاونترونور ودخل ما نعرفش شكون، فلازم اللاعب يمركي ثلاثه بوت
هو ما قناعتهم هكاك الاسبانيول، تماركي ولا ما تماركيش، عندك تاج نتاع 10 مينوت 15 مينوت 20 مينوت تلعبها وتخرج ويدخل واحد اخر، هذه قناعه تاع ليكول الاسبانيول. العميد نتاعهم الكبير نتاعهم فاليرو ريفيرا يخدم هكاك. فاحنا في تونس لقينا عندنا مشكل من هذا، وانا ما نلومش عليه هو، ما نلومش على جيرونا، خاطر جيرونا عنده مدرسه نتاعو وفكره نتاعو يخدم بها، هذيك فكرته وقناعته كيما انا عندي فكرتي كيما اي مدرب عنده فكرته، مانيش نلوم عليه هو. لكن انت كيف تجيب مدرب اسباني يلزمك تعرف الكاركترستيك نتاع ليكول اسبانيول، تعرف الكاركترستيك نتاع ليكول اسبانيول، تعرف شنو باش يعمل السيد مع ليكيب نتاعك. انا اذا كان نجيب اونترنور اسكندناف، نعرف انا الاونترنور اسكندناف شنو هي الفكره نتاعو، كل ليكول عندها الفكره نتاعها، عندها الفكره نتاعها في اللعب. دونك انا ما نجيش نلوم عليه ونقول انا شبيك تخرج في ملعب يدي في 15 مينوت، هو قناته انه الملعب ما نجيبش يلعب اكثر من 15 مينوت 20 مينوت مهما كان اسمه الملعب. فاليرو يخدم هكاك، او فاليرو مع ليكيب ناسيونال تاع قطر يخدم هكاك، في الدوزيلي يخدموا هكاك، اللي زارير يخدموا هكاك، البيفو يخدم هكاك، الناس كلها هكاك، الا الجارديان بيوت بالطبيعه ما يخدمش هكاك، اما الباقي هذه قناعه نتاعها. دونك بارتاجي لي فور دابري الكونستان تاع لونترونور. اذا كان انت عندك ان بون افكتيف والافكتيف تاعك باهي، نجم تبدل وتقعد ليكيب تاعك تلعب في المام ليفو. اذا كان الافكتيف تاعك مش باهي، لازمك تطيح من الريتم تاع الماتش، من الكادونس تاع الماتش، باش تنجم تكمل الماتش نتاعك مرتاح. هذا هو، ولا تبدل الجمهور كلام تاعك، تعطيهم شويه وقت تاع راحه باش تنجم تكمل الماتش. كومون اريتي لو جو ترانزيسيون، هذه قلت ان شاء الله سي وليد نحكيو فيها على الموضوع نتاع الريبلي. ما نحبش نحكي على الموضوع نتاع الريبلي، نحب نحكي كان على الموضوع نتاع ترانزيسيون. سامح لي سي وليد، اما ان شاء الله باذن الله نعمل الموضوع نتاع الريبلي ونحكي لك على كيفاش نوقفوا ترانزيسيون. Un de jeu passif, une limitation de passe. Comment peut-on explorer un jeu de transition? Pouf! C'est Samir, c'est un taille bien. C'est Samir, l'anti-jeu ou le jeu passif. Le jeu passif, c'est une phase extrême de l'attaque. On a ta phase derrière. اللي هي ليميتي بالقانون كما تعرف سميت ليميتي افيك نومبر دو باس، ليميتي افيك نومبر دو باس. دونك كل عباد كيفاش يشوف، واحد يعطيك خمسه باسات، سته باسات، سبعه باسات على ليميت، فهمت؟ واحد يعطيك تروا فوت. الجو هذا تنجم تستعمله انت، اما ما يهموش يتسمى جو اون بروميير انتونسيون، ما يتسماش جو اون بروميير انتونسيون، خاطر جو اون بروميير انتونسيون هو لاريفي دو لاتاك. Arriver à l'attaque de la défense. La défense, j'ai dit l'attaque, tu as la manche en première intention. Mais dans le cas qui m'a dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, travail fort, avec l'arbitre, un jeu passif, je ne sais pas, 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 je ne في الجو باسيف. فانا ارى اني ما نخدمش جو ديفلوبي في الجو باسيف، ما نعملش ان اتاك ديفلوبي، نعمل نخدم لي جو لي جو لي بال استراتيجيك، نخدم لي جو دو 9 متر كيما نقولوا انتوما لي زاربيتر، نخدمهم بال استراتيجي باش ما نحلش في تصفيات التسليمات. سي محمد كاذب، أيام جميلة في الأسبتيتي، لعب كبير في الأسبتيتي. في حال من الدفاع إلى الهجوم ولا من الهجوم إلى الدفاع، أنا سؤالي ما هو الفرق بين الهجوم المعاكس وبين الهجوم الأول السريع باللاعبين؟ صوت رقيق. الهجوم معاكس، الهجوم معاكس القواعد نتاعو واضحه. الهجوم المعاكس هي كره من الحارس الى اللاعب، سي لا كونتر اتاك ديريكت. ثم كره من الحارس الى لاعب الى لاعب، هذيك سي لا كونتر اتاك افيك ترانزيسيون. ثم
كونتر اتاك افيك رولي سمحت لا كونتر اتاك افيك رولي باس من جارديان مثلا للملاعبي للملاعب هذيك كونتر اتاك افيك رولي دونك سي با اون ترانزيسيون لا كونتر اتاك انا قلت هذه قناعتي اني الترانزيسيون المونتي دو بال ا 3 ا 2 ا 3 ا 4 ماهيش ترانزيسيون الترانزيسيون تكون 5 جور او 6 جور او 6 جور على خاطرش الترانزيسيون والجو اون بروميير انتونسيون يتطلب utiliser la largeur du terrain. Donc, le terrain est utilisé pour l'arbre, ou maintenant, j'ai utilisé le terrain pour l'arbre, pour les joueurs, pour l'arbre, en transition. Donc, c'est une attaque, c'est une contre-attaque avec le lait. Tahiyat ici, Mohamed, ayam jamil, adina, nabarna, dans la société. انا قلت لك انا ما غازي نجم تعمل نجم تعمل كيما تقول انت ترانزيسيون على تروا اما انا بالنسبه لي انا ما نسميهاش ترانزيسيون نسميها ان كونتر اتاك هذاك اللي وهذا وارد جدا ينجم يصير ينجم يصير اذا كان يبدا عندي انا ثلاثه من لعيبه عندي ان لي ان لي تري ان تري بون لي ان دو تري بون لي ان دو ميسونت تشي بطك طلع الكره واحد باس من هنا باس من هنا خدمه على الواحد اما ماهيش ترانزيسيون هذيك سيتي كونتر اتاك هذاك اللي هيك شو نقصد غاز الفرق ما بين انك الخدمه موجوده ونفسها تنجم تخدم الكره تطلع الكره بثلاثه وهذا وهذا عادي اما ماهيش الموضوع نتاعنا توا هذيك سيتي كونتر اتاك نوع من انواع الكونتر اتاك ثم الكونتر اتاك ديريكت والكونتر اتاك افيك لو ليه انا نهار نخدم تخدمها انت باسكو هذيك خدمتك انت وانت كنت لي تنجم تخدم مثلا نهار سيونس نتاع الكونتر اتاك ديريكت والكونتر اتاك افيك لو ليه وتنجم تكون كيما كنت تحكي انت افيك افيك تروا جوا لي فوت احنا قلنا من بكري جبد صاحبنا نسيت اسمه خونا يقول لي مش جبد موضوع الدريب جبد موضوع الدريب وانا قلت لكم من الحاجات الخايبه في الترانزيسيون هي الدريب ايفيتي لو ماكسيموم دو دريب ايفيتي لو دريب في الجو انا ما نحبش الدريب في الجو اما ساعات جيت غير اما الفوت هي جو اون بروميير اتونسيون من الحاجات اللي تنجم تكسرها هي تعمل فوت دونك انت الكونسيم اللي تعطيها للملاعبيه نتاعك ايفيتي لي فوت ايفيتي لي فوت خلاص اذا كان صارت فوت سي في كل شيء كسرت لنا الجو اون بروميير انتونسيون دونك ايفيتي لي فوت لا ميل اخمو كي لي فوت زاد اف من الافات نتاع الجو اون بروميير انتونسيون خاطر تنجم تعمل فوت فاسيلمون ملاعبي شدك عمل لك فوت كوره مشات هذيك طف شيء يجي عمل شونجمون دخل المعلم اللي قلنا عليه دخل هو سي ما عملنا حتى شيء في الموضوع صح ميرسي بوكو تري جونتي سامحوني اللي طولت عليكم نتمنى النجاح لخونا شوقي في المبادرة هذه أنا واحد من الناس معاه على طول ساندو مش كان بالفيديو كونفرنس مساندو بالفرجة اني نتفرج في الكونفرنس نتاعو مساندو اني يكبر المجموعة نتاعو يكبر الصفحة نتاعو حتى تكلمت معاه قلت له علاش لا تولي بلاتفورم اللي فيها فيديو كونفرنس مع برشا ليزونتونور دي ديسكسيون اون ديريكت فكرة هايلة ياسر الأولاد ننصحكم باش تشجعوها تاخذوا معاها الفكرة هذيا او بقطع النظر شكون يعمل كونفرنس ولا شكون مش يعملش كونفرنس سي با سا لو امبورطون
لامبورتون ان عندنا دي تكنيسيان توانسه يركبوا قدام الميكرون ويكلموا اصحابهم التوانسه لي زونتون الاخرين، يكلموا لي زونتون الاخرين ولي كوليك، هيك البلوز امبورتون. دونك اللي ثم كوميونيكاسيون راهو الهومبان تاعنا مشي التو. ميرسي بوكو للكل، ان شاء الله نشوفكم في سنه سعيده. برشا ناس شفت اساميهم توا، سلم عليهم برشا 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 برشا، ها وحشكم الكل. اتري بيانتو في تونس، ان شاء الله لاباس الناس الكل، خدوا بالكم على ارواحكم.